السلام عليكم طلاب الرابع الاعدادي جميعا. موضوعنا هذا اليوم راح يكون عن قطعه يونت 3. القطعه موجوده عندكم يوتيوب بالكتاب الملون، تتكلم عن بنيه سائحه اسمها ساندرا. ساندرا تحب تزور الاماكن القديمه التراثيه، اوكي؟ وهي موجوده عندكم القطعه بالكتاب الملون طلاب، صفحه 28 بالستودنت بوك، صفحه 28، اوكي 28. واسئلتها موجوده بالاكتيفيتي بوك، اكتيفيتي بوك صفحه 40 بيج 40، 8 اسئله بالكتاب الملون. تفهمون القطعه تقروها وتحلون اسئلتها صفحه 40. انا حليت لكم الكتاب الاكتيفيتي صفحه 40 8 اسئله، بس لازم تاخذون فكره عن القطعه شو تتكلم. اعطيكم مختصر طلاب عن القطعه. القطعه تتكلم عن بنيه اسمها ساندرا، تزور اماكن قديمه دائما هي. فهنا راح تتكلم عن اربع اماكن زارتها، اربع اماكن اللي هي الاهرامات والجنائن المعلقه في مدينه بابل القديمه بالعراق، وزور الاحجار الستونهنج في انجلترا، احجار قديمه وضخمه، والمعبد الاغريقي اللي اسمه بارثينون، البارثينون المعبد الاغريقي في اثينا في اليونان. فهنا هي تزور هالاماكن، تتكلم عن شنو موجود بيها وشنو الاحداث اللي صارت هناك وياها. اذا طلاب 8 اسئله موجود الاجوبه مالتها، الاجوبه النموذجيه اللي راح تفهموها وتحفظوها، اوكي؟ Question 1، سؤال اول، How did Sandra، قلنا اذا هي بنيه ساندرا تتكلم عليها القطعه وكيف تزور هاي الاماكن واين ذهبت. How did Sandra get to the hanging gardens of Babylon؟ كيف وصلت الى الجنائن المعلقه، هانج معلق، gardens الحدائق، الجنائن لمدينه بابل القديمه. How did Sandra get، شنو get، كيف وصلت to the hanging gardens، الجنان المعلقة لمدينة بابل، شلون قدرت توصل لمدينة بابل، شلون راحت لها؟ طبعا هي هناك سكنت مكان قريب، فذهبت لها مشيا. She got on foot، يعني وصلت مشيا. She got on foot، وصلت مشيا لأكو أماكن مثلا فنادق كذا قريبة، فراحت لها مشي الجنان المعلقة. She got on foot، الجواب بالأحمر دائما يكون هو الجواب بالأحمر. She got on foot يعني مشيا، تكتب حتى لو بس on foot ماكو إشكال، أوكي؟ She got، وصلت on foot مشيا. Question 2، سؤال ثاني. Why was she يعني ساندرا، هي بس ساندرا هنا الشخصية. Why was she يعني ساندرا cold، لماذا كانت شنو cold، تشعر بالبرد باردة. Why was she cold the night، الليلة she camped there، لماذا شعرت بالبرد عندما خيمت هناك، وين؟ بمدينة بابل. اوكي، سوت مخيم هناك بس شعرت بالبرد، ليش؟ Why was she cold the night، في الليل she camp، شنو camp؟ يعني خيمة يسوي there هناك، شعرت في الليل بالبرد، لماذا شعرت في البرد؟ جواب طلاب هذا موجود، because she hadn't brought، لم تجلب، because she hadn't brought a warm jacket، يعني معطف للتدفئة، with her معها، لم تجلب معطف حتى تدفئ به معها. Because جواب she hadn't brought، because she hadn't brought يعني brought اصلها bring يجلب، الماضي مالتها brought a warm jacket معطف دافئ معها. اوكي، اذا هي شعرت بالبرد cold، شنو cold؟ بارده في الليل. طلاب اللي ما عنده معنى ركزوا له على الاسئله شلون تجي، شوي خليكم كم كلمه تدلك مع الجواب. cold بارد في الليل، يعني هي ساندرا اقول لانها لم تجلب في المعطف التدفئه، because she hadn't brought a warm jacket، warm دافئ يعني جاكيت المعطف الستره، with her معها. She hadn't brought a warm jacket with her. Question 3، السؤال الثالث. When، متى، where the first stone، الاحجار الاولى هاي طبعا ضخمه اسمها ستونهنج، اوكي بانجلترا موجوده، اين هاي الاحجار وضعت، متى، العفو، متى هاي الاحجار الاولى وضعت في منطقه ستونهنج. هاي منطقه ستونهنج موجوده بانجلترا، منطقه قديمه تراثيه تحتوي على صخور ضخمه قائمه يعني هيج واقفه، فهاي اسمها منطقه تراثيه ستونهنج، ففي هاي الستونز الاحجار الضخمه اوكي موجوده بها. يقول وين، متى وضعت هاي الاحجار في منطقه ستونهنج، يعني متى وضعت هاي، تاسست هاي الاحجار الضخمه في هاي المنطقه. About تقريبا 5000، 5000 years ago، قبل 5000 سنه. About 5000 years ago، 5000 سنه قبل
الاجو قبله يعني 5000 سنه about 5000 years ago قبل 5000 سنه. اوكي سؤال الرابع why couldn't Sandra get close طلاب هاي close مو close close يعني اقتراب يقترب why couldn't Sandra get close بالاس مو بالزيت تلفظ اس close لماذا لم تستطع ساندرا الاقتراب to the stones من هاي الاحجار قلنا هي زارت هاي منطقة بها احجار ضخمة زارتها بس ما سمحوا لها تتقرب إلها why couldn't لماذا لم تستطع شو couldn't نفي لم تستطع ساندرا get الاقتراب close الاقتراب شوفوا دير بالك كلمات close to the stones للاحجار لماذا لم تتقرب من الاحجار شنو السبب because طبعا جواب هو دائما ما زالك why because towers لأن الساحين had damaged يعني أضروا بهذه الأحجار أتلفوها أضروها يعني حفرون بها مثلا يكتبون ذكريات أو كذا يخبطون because towers لأن الساحين had damaged أضروا بهذه الأحجار the stones because towers الساحين had damaged أضروا أو أتلفوا the stones الأحجار damaged the stones damaged the stones because terrorists had damaged the stones. Okay. Question 5. سؤال الثامن. Who was the Great Pyramid built for? هنا قلنا هي من راحت للأهرامات. Okay. الجنان المعلقة في بابل ومنطقة ستونهنج بها الأحجار الضخمة وهسه الأهرامات. Who was the Great Pyramid? شنو بيراميد؟ بيراميد يعني الهرم. لمن الهرم العظيم الكبير بني؟ Who لمن يعني was the Great Pyramid built for؟ إلى من بني هذا الهرم العظيم؟ Great Pyramid كلمة بيراميد الهرم العظيم. أكو منطقة الجيزة مصر هرمات عديدة تعرفوا الهرمات. أكو هرم الأضخم واحد به أكبر واحد يسموه The Great Pyramid الهرم العظيم الكبير يقول هذا هو المن هذا built المن بنو يعني يا شخصية موجود يا ملك It was built for a pharaoh طلاب هاي الفارو يعني معناها الفرعون It was built بنية for a pharaoh هاي PH تلفظ F ال PH دائما تلفظ F for a pharaoh فرعون named اسمه كوفو الملك خوفو احنا نقول بالكي اتش تلفظ بالعربي خاء احنا عندنا لان بنيه للملك خوفو اسمه اوكي فرعوني it was built بنيه for a pharaoh يعني فرعوني pharaoh named اسمه كوفو اوكي شو راح نقول كوفو منك كوفو لان نقول كوفو بنيه للملك اسمه خوفو It was built for a pharaoh يعني فرعوني ملك نين اسمه كافو اوكي كافو يعني خوفو اسمه خوفو الملك الفرعوني نمبر 6 why was sandra hot لماذا كانت تشعر بالحر hot يعني حاره not cold not hot لماذا شعرت بالحر محتاره وين she got عندما وصلت the great pyramid عندما وصلت لهذا الهرم العظيم اللي قلنا بني للملك الفرعوني فرعون نيب كوفو ليش شعرت بالحر من وصلت لهذه الهرمات why was sandra hot يعني شنو hot حار يعني شعرت بالحر when she got عندما وصلت الى هاي الهرمات العظيمه great pyramid okay because جواب because she has been walking walk يعني يمشي because هذا زمن المضارع التام المستمر عندكم يعني يتكون من has have been ing مضارع تام مستمر because she has been walking كانت تمشي all day طول اليوم اوكي تتجول وصلت للاهرامات شعرت بالحر because she has been walking تتمشى all day طول اليوم اوكي جواب بسيط because she has been walking all day فشعرت hot بالحر سؤال السابع what does Sandra like to do ماذا ساندرا تحب ان تفعل when she travels عندما تسافر okay what does Sandra like to do when she travels ماذا تحب ان تفعل عندما تسافر
Okay, what does Sandra like to do when she travels? ماذا تحب أن تفعل عندما تسافر؟ الجواب, she likes to visit old buildings. تحب أن تزور أماكن أو بنايات قديمة. قلنا هي تحب تروح الأهرامات راحت والبابل مدينة بابل والستونهنج الأحجار الضخمة والبارثينون معبد اليونان اسمه البارثينون الإغريقي. She likes to visit. تحب أن تزور old buildings البنايات القديمة. visit تزور old buildings البنايات القديمة. اللي يقول لي ماذا تحب أن تفعل أو ماذا ترغب أن تفعل عندما تسافر. وآخر سؤال طلاب, why did the Parthenon, طلاب هاي البارثينون اسم منطقة معبد إغريقي موجود بأثينا باليونان اسمه البارثينون معبد بأعمدة ضخمة أوكي إغريقي كان قبل يسموه بآلهة اوكي يعني هاي كلها ما قبل التاريخ هذا نحكي عليها مدينه بابل الاهرامات والبارثينون والستونهنج هاي الاحجار الضخمه فهذا البارثينون قلنا موجود باثينا باليونان على جبل موجود معبد اغريق اسمه بارثينون why did the parthenon exploded لماذا اكسبلود شو معنى اكسبلود انفجر اوكي اكسبلود انفجر Why did the Parthenon explode? Explode شو معناها انفجر؟ ليش انفجر هذا المعبد؟ لأن قبل كان أكو حروب وكان يخزنون بالبارود يخلوا بالمدافع وبالأسلحة مسحوق البارود. Because people have been keeping gunpowder. Okay, بارود السلاح. Because people had been لأن الناس had been كانوا keep يحتفظون بالبارود مع السلاح. عاد it exploded شنو exploded انفجر هاي نفس exploded صارت ماضي بضفنا لها دي exploded وقد انفجر الجواب because people had been keeping gunpowder بارود مع السلاح gunpowder and it exploded exploded يعني انفجر اذا احد الاسباب انفجار هو الناس تحتفظ كيب gun powder كيب تحتفظ بالباودر مال سلاح البارود و it exploded وقد انفجر طبعا هو وياها اخاف يجيكم دامج يعني يا سنه هذا دامج تضرر سنه 1687 هاي احتمال مدرسين يكتبوا لكم شويه سؤال اضافي دامج شنو دامج تضرر هذا المعبد هو ده نحكي عليه damaged اوكي هاي damaged شو معنى damaged تحفظوها تضرر اتلف تضرر يعني مو اتلف فدم لا اكو اجزاء عندها ضررت في عام 1687 هي صار بي ضرر هذا المعبد اللي هو البارثينون المعبد الاغريقي اسمه بارثينون اوكي طلاب اذا تضرر في عام 1687 damaged خاف يجيكم سؤال يقول لك اذا بارثينون was damaged تضرر يطريد السنة 1687 او في عام 1687 ذا ياهو ضرر دامج يقول اذا بارثينون كل شيء يصير بالاسئله اتوقع اوكي اذا هذا اخر سؤال طلاب بالنسبه لهاي القطعه اقروها على كيف كل سؤال عيده مرتين ثلاثه شفوي بعدين ابلش بالكتابه اشوف نفسي حفظت اوكي طلاب اذا هذه هي نهايه الفيديو التقيكم في فيديوهات جديده تحياتي لكم جميعا مع السلامه